This is about Palestine. Arabic. أريد أن أتكلم بهذا بهذه الدقائق المعدودة عن فلسطين. وأنا أحيي الإخوة الفلسطينيين بصفتي فلسطيني قح من الذين وضعوا حياتي كله هنا منذ جئت إلى أمريكا من حوالي 40 عاما قضية الفلسطينيين أمامي كلها. وعلى كل حال أنا ذكرت أمور كثيرة تتعلق بالقضية الفلسطينية وبالبداية أدخلت القضية الفلسطينية على أساس تكون هناك مفاوضات تحت مظلة دولية ما بين إسرائيل والفلسطينيين والقرار اللي 1988 الحزب الديمقراطي في الولاية اللي أنا فيها وافق على هذا الشيء ولكن منذ ذلك الوقت وخاب أملي تماما بالمفاوضات وأنا أصبحت لا أؤيد المفاوضات لأن المفاوضات عبارة عن هي وسيلة إلى سرقة الأراضي والاستيطان ثم طرد الفلسطينيين شيئا فشيئا يضيقوا عليهم معيشتهم وإلى آخره ولكن إن شاء الله هتفشل هذه الخطة تماما. الشيء اللي بقوله أنا إنه بعد ما أعلنت الآن كشرت عن أنيابها وأعلنت إنه هي دولة يهودية أشكر خبر عنصرية طبعا هي من زمان هي يهودية عنصرية إنه بتضطر تطلع الفلسطينيين وتحاول تضيق عليهم على باسبورتاتهم وعلى الفيز وعلى إقامتهم وإلى آخره هذا معروف ولكن أنتوا يا إخوان الفلسطينيين أنا بقول لكم من هنا وأنا بصراحة منزعج جدا من طريقة السلطة الفلسطينية وأبو مازن بالذات لأنه أصبحت عندهم أهم شيء الرواتب أهم شيء الرواتب بس يعني أنا بالنسبة إلي أصبحت دولة مرتزقة بدهم يحاولوا إيش على الأمم إنه بتعترف في دولة فلسطين يعني كل هذا اعتراف حبر على ورق أنا أذكر هذا الشيء عندما كنت في جنيفا 1988 عندما اجتمعت في أبو عمار رحمة الله عليه وأعلن الدولة الفلسطينية على الورق وأنا كنت جالس جنبك يا أبو مازن جنبك على اليمين كنت أيام ضيف من هنا من أمريكا وكنت بعيد أيام المفاوضات تحت مظلة دولية على كل حال أنا بقول لكم تماما إنه أنتوا الآن الفلسطينيين السلطة تعلن إنه أنتوا الديمقراطيين الحقيقيين هم بدهم إياها دولة يهودية والآن صار في تفكك في الجبهة بتاعتهم الآن وفي مجلاتهم اللي أنا بحصل عليها هنا مثل فورورد إلى آخره مجلات يهودية بدأوا الآن بعارضوا إنه تكون دولة هناك يهودية فقط أهم شيء يعني فلسطين تكون إلى الشعب اليهودي يعني معناها ما في ديمقراطية فإنتوا ردوا عليهم بطريقة أخرى لا من ناحية استراتيجية إلى الشعب الأمريكي ولا غير الأمريكي إنه إحنا الديمقراطيين إحنا عايزين دولة ديمقراطية علمانية غير دينية في فلسطين التاريخية كلها اللي هي فلسطين الخط الأخضر والضفة الغربية وغزة إنه نعيش كلنا إحنا متساويين بالحقوق والواجبات علينا عندنا دستور واحد بيحمي الحريات كلها كما هو الحال عندكم يا أمريكان ما بتقولوا بتدعوا إنه عندكم دستور constitution بإنه بيحمي الأقليات كلها بغض النظر عن دينهم وأعراقهم ومجيهم إلى آخره فإحنا زيكم بدنا نصير شو رأيكم؟ أنا بقولكم تماما والله حيثير ضجة كبيرة جدا في أمريكا هنا في العالم ولكم اعملوها يا جماعة يا أبو مازن إذا ما بدك تعملها أنت ما تصلح تكون إحنا رئيس لنا ولا أنا ما بعتبرك أنا بالشكل هذا شو ما في عندك استراتيجية أهم شيء أنت دائما هاوان دائما تجيب لي قضية حماس وتجيب لي قضية وبعدين أنت تأيدك للسيسي هذا مجرم قاتل هذا مجرم يجب أن يحاكم هذا السيسي ومع الآن الجديد اللي أجا حفتر وبشار الأسد والمالكي هؤلاء مجرمون قتل هؤلاء
يجب أن يحاكموا ويقدموا إلى المحاكمة بسبب أيادي ملطخة بالدماء. أنا بقول لك يا أبو مازن وبقولكم يا السلطة الفلسطينية، أنا بقولكم يا إخواني، أنا بعرفكم يا عبد الله عبد الله والجماعة، أنا بخاطبكم هون من أمريكا، اتركوا ما تفكروا بس الرواتب في جيابكم بدها تكون وشبه النوع، وانها بتضغط عليكم وخليها تضغط، ما عندكم خسارة على الإطلاق. يعني انتوا خسرتوا اللي خسرتوه، لازم تبدوا الآن هذا الشيء اللي أنا بقوله، هاي الاستراتيجية. لأنه حتى لو أنه يا أبو مازن أنت لو أنك بدك تعمل هاي وتوافق على أنه إسرائيل أنه تكون إيش إلى 67 إلى آخره، هل الفلسطينيين بتعمل استفتاء هل حيوافقوا على الشيء؟ هل هاي الفلسطينيين اللي في لبنان وفي الأردن وفي العالم كله وفي المخيمات، هل يقبلوا بالتغاضي عن حق العودة إلى داخل الأرض الخط الأخضر؟ هل يقبلوا هذا الشيء؟ يقبلوهوش. أنت وضعهم، احرجهم، وضعهم تحت الأمر الواقع. هذا اللي بقول لك إياه أنا. مع الأسف لا حياة لمن تنادي أبدا. على كل حال أنا هذا حبيت أذكره، وقضية إنه إيقاف الاستيطان، ما استيطان، ما رايحين يوقفوا على الإطلاق، وإنه دولة السويد اعترفت، وبريطانيا وبعد فرنسا عبارة عن حبر على ورق. أنا يعني أنت بتحاول تحرجهم، ولكن في النهاية بيجوا إلى مجلس الأمن، ومجلس الأمن بيعمل قرار حق الفيتو من قبل أمريكا، لأنه أمريكا السياسة الخارجية الأمريكية لا تملكها أمريكا. السياسة الخارجية الأمريكية تعلق بالقضية الفلسطينية والآخرة هي عبارة عن سياسة صهيونية، زي ما بدهم الصهاينة بيمشي الأمور كل هاي. وأنا هاي ذكرتها دائما. طبعا أنا مش الحق عليهم، الحق إحنا على الجمعيات العربية والإسلامية وإلى آخر في أمريكا، بجوز يكون عددهم 12 إلى 13 مليون، وأنا في عندي برنامج مشان يتحركوا على الساحة الأمريكية كلها، من ناحية الانتخابات، من ناحية التسجيل، من ناحية الكونتريبيوشن، من ناحية إلى آخره. أنا في عندي برنامج كامل إن شاء الله حأذكره. وعلى كل حال أنا هاي اللي بذكركم إياه، وأنا بوجه رسالة إلى كل الإخوان اللي بقرأوا مقالاتي اللي موجودة بالإنترنت، إنه هذا الخط اللي أنا أسير عليه. وحتى إنه في الانتخابات الأخيرة اللي نزلت فيها أنا إلى السنة إلى في الولاية هنا، أحد الأسباب الرئيسية اللي ما نجحت فيها كوني فلسطيني، كوني اسمي محمد وإلى آخره، وأنا ما ممكن إني أتنازل عن هاي الأمور. صعب جدا علي إنه أنا أنجح في الانتخابات هنا بسبب هذا، بسبب موقفي ضد الصهيونية، موقفي ضد إسرائيل هذه الدولة العدوانية الإجرامية إلى آخره. هذا أنا أقول وأشكر خبر. طبعا لآخرين في الولايات المتحدة ممكن ينجحوا إذا ما في عندهم هاي المعروفين يعني من النشطاء، إذا بيكونوا مقتدرين يعني وبيفكروا بهاي الأمور وبيهتموا بالأمور الداخلية وأنا في داخل أمريكا أكثر من الأمور الخارجية. وهي إن شاء الله حشرحها كيف يمكن الوصول والتأثير بالقرار السياسي الأمريكي من داخل أمريكا. وعلى كل حال تحياتي إليكم أيها الإخوة الفلسطينيين من أمريكا، وأنا دائما حتى ما أنسى فلسطين بنت العزيزة أنا سميتها عند الولادة نور فلسطين، نور فلسطين هاي اسمها كده، وهي بيزنس أناليست يعني في بوين كوميرشل في سياتل، وابن العزيز الدكتور سميته ياسر. أيامها كان يوم الولد كان ياسر عرفات من الأشخاص المحببين إلينا والحمد لله. وحتى ابني الأصغر الآن هو في الجزيرة أمريكا حاليا في نيويورك، اسمه هاشم، وهذا تيمما في العائلة الهاشمية، هاشم اللي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. على كل حال
هذا حديثي اليوم بتعلق عن فلسطين وعن أمور أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.